فضيلة الشيخ، أحد الخطباء يوم في الجمعة الماضية بين للناس بعد الخطبة أنهم يتأهبون للاستعداد بالاحتفال بهذه البدعة في إحدى الولايات المجاورة في دولتنا، فما جانبنا نحن غرباء على تلك المنطقة؟ الحمد لله. هذا جزئية. إذا كان يمكن أن تقوموا لله ببيان أن هذا ليس بحق، والحمد لله دليل أن الاحتفال بالمولد بدعة سهل جدا، لأنه يمكنك بكل سهولة أن تقول يا أخي هل الرسول فعله؟ هل الخلفاء فعلوه؟ هل الصحابة فعلوه؟ هل التابعون فعلوه؟ هل الأئمة الأربعة فعلوه؟ سهل. إن قال نعم قل هات الدليل. لو يعطي الناس بدعواهم لدعى رجالهم دماء قوم وأموالهم، هات الدليل. إذا قال ما عندي دليل لكن الناس كلهم يعملون به، يقول العمل الناس مو دليل. وكم من بدعة مشوا عليها وهي بدعة. إذا لم يكن هناك دليل لا فعل الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة فهو باطل، قطعا باطل. لأن ما الذي جعلهم لا يعملون به ولا يدلون الناس عليه؟ أهم جاهلون أم مستكبرون؟ هذه سهلة جدا. وأنت إذا قلت هكذا أبطلتها من أصلها.